ولا حاجة يعني. أهداف أفشى من الأهداف حلوة، لكن شفنا أهداف أحلى. ما هو هدف قاتل أكيد يعني، بس يعني مباراة زي مباراة أهلي وزمالك يعني، ما بالنسبة لي أنا مش شايفها بتاع ده، لأن قبل كده حضرنا اللقاءات اللي زي دي يعني، قبل كده لعبت اللقاءات اللي زي كده، الماتشات اللي هي بتيجي تبص تلاقي النتيجة. النادي الأهلي كان كسبان 2-0 وفي ثانية جبنا جونين في آخر بتاع هدف محمد حلمي اللي بدناه يعني. في مباريات كتير طبعا الواحد يعني هيتذكرها يعني. احنا بنخترق ده، احنا دمنا تقيل قوي بقى. ايه القضيه ممكن دي؟ انا مش فاهم يعني ايه القضيه. ايه معناها؟ قول لي يعني ايه القضيه ممكن؟ اديني معنى ليها يعني، حتى يعني مش ماشيه راكبه مثلا على اغنيه ولا راكبه على بتاع. القضيه ممكن، ما هو ده استخدمها هنا وده استخدمها هنا، يعملوا القضيه ممكن البتاع ده يعني. هو اللي بياخد قضيه ما بيقومش يضرب تاني، بيقوم بيضرب تاني. شجابالا رد فعل لأي حاجة. فأنت النهاردة واحد من رموز نادي الزمالك ومن أحسن اللعيبة اللي جت في نادي الزمالك، النهاردة ما ينفعش يبقى في إهانات لهذا النجم. وإحنا عشان كده بنقول إيه يعني، الكرة حلاوتها في المتعة في الأداء وليس فيما خارج المستطيل الأخضر. كل اللي بيحصل خارج المستطيل الأخضر ده أنا بعتبره تعديات، والتعديات دي بيتسببها الناس. فاذا كان في رد فعل بيحصل من الراجل فهو له الحق. ما الجمهور الاهلي وشيكابالا، اي حاجه بتحصل من الجمهور الاهلي مع شيكابالا ده خطا. الجمهور النادي الاهلي يبقى مع لاعبته وليس مع اللاعب الخصم بس يعني. ما تجيش النهارده عايز تطلب النهارده انك انت تتكلم مع لعيب بتاع نادي الزمالك مش عايز حد يدافع عنه، ازاي؟ هتلاقي مدافعات وهتلاقي حاجات كتير جدا يعني. مش هنسيب اللعيب بتاعنا يعني يبقى في مجال انك انت تتعامل معاه بشكل وحش ليه يعني؟ ليه اهل؟ ليه بيته؟ يعني الفيديو اللي كان منشور ليه في تتويج الزمالك بالدوري كان اساءه للنادي الاهلي، فالنادي الاهلي برموزه وبلاعبيه هو انت شتمت لعيب ايه من رموز ثانيه؟ انت شتمت لعيب رمز من رموز نادي الزمالك. فالاهانه ما تجيش النهارده الطالب عايز يطالب تيجي يعني، انت عايز تشتم الراجل وعايزه هو ما يشتمكش، ما اولى. ما تقوليش بتاع ده ان هو يشتم النادي الاهلي او بتاع ده. انا لكل واحد ليه اللي تحقيق. انا راجل بتعامل مع الناس باسلوب معين، ما بتعداش خطوتي وما منهكش حته ان انا اخش في حتت دي علاقه بالجماهير او بالانديه وكلام. كل الانديه على خط واحد معايا في كل الحوارات، جمهور كل الانديه معايا على خط واحد من اللعب. ولا تعدى ان انا اخد اسلوب التعدي على الجماهير او على الانديه. اقصى حاجه ان انا يوم لما اتكلم يعني كلامي بيبقى الشكر للناس كلها وكلام من ده. لكن انا النهارده ككابتن فرقه مسؤول النهارده عن فريق نادي الزمالك ومسؤول عن حاجات كتير جدا، ما ينفعش يجوز ان انا ادخل امور شخصيه في الهتافات اللي ايه تسيء للاعب. عايز تشتم اللعيب اشتم اللعيب لوحده، لكن ما نخشش في اساءات، وده الغلط. واحنا ده اللي بنتكلم فيه عايز. فاذا كان رد شيكابالا على الاساءات الخاطئه اللي هي البتاع ده، لكن ايه لما يتقال على يعني ما عندكش فكره، ما بتعرفش تلعب، ما اعرفش ايه الكلام من ده. هنا ما ردش